أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم من قتل كافرا قد دخل بلاد المسلمين بكفالة؟ حكمه أنه خائن، أنه خائن والعياذ بالله، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة، رواه البخاري. والمستأمن يدخل في المعاهد لأنه دخل بأمان، والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، الأمان يصلح من كل مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أمهاني. امرأة أجارت كافرا فأجاره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا خائن، الذي قتله يكون خائنا وآثما، وأمر إجراءاته عند السلطان، عند ولي الأمر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.